مهند مهند ثواني ثواني بالله تحكي لنا عن السيارة هاي دي واحدة بس الو خليك معايا دي واحدة بس في حد بيسألني على حاجة بس وارجع لك تاني اوكي تمام اتفضل قول لي بقى عن السيارة هاي شو الاوفر اللي عندك طيب دي اخر سيارة بليزر موجودة موديل 23 البيئة واحدة بس فيها كل المواصفات وهي اعلى مواصفات عندنا وزي ما انتم شايفين هي يمكن احلى ديزاين موجود عندنا في الشيفروليه من حموده للسيارات وهو اليوم وبكره اخر يوم في عرض رمضان اللي احنا مديناه من بعد العيد سياره معاها ضمان 5 سنوات وسيرفيس 3 سنوات وتامين شامل سنه وايفون 15 ما تنسوش الايفون 15 تمام سيارات 3.6 3600 حصان 308 حصان و9 سرعات اوتوماتيك واول ويل درايف وتقدر تختار المود تبع القياده سواء اول ويل درايف او تو ويل درايف هي اعلى مواصفات فيها 5 كاميرات فيها رادارين اماميين واحد للمشاه واحد للسيارات فتحه سقف بانوراما دب اوتوماتيك رنجات 21 انش تعالوا نشوف من الداخليه الداخليه طبعا بتنزل اللون الرياضي بتاع الكامارو الاس اس والكامارو زي ال 1 والتاهو الار اس تي لون مشترك داخليه اسود مع خط احمر 5 ركاب واي فاي وانترنت تبريد وتسخين في الكراسي شحن سلكي للتليفون دب اوتوماتيك كل ما تتمناه بسعر فقط ب 185,000 تشمل تأمين تسجيل مخفي ضمان 5 سنين سيرفيس 3 سنين ايفون 15 اهلا بكم